هذا الأثل. زين أيوة خلنا نروح منه. شفتوا هذا؟ هذا هو هذا الأثل. شفت هذا؟ أقسم بالله مضاد حيوي، شيء مهو معقول أبد أبد أبد. الناشف ذا منه، فقط تحط لك كوم وتحط تحته شوي أي شيء يولعه، إذا دخن تستنشقه، شيء رهيب جدا. هذا علاج ثاني، بعطيكم علاج ثالث. علاج الثاني مرة، طبعا كل العلاجات اللي بقول لكم سهلات، وترى البعض ممكن ما يسويهن لسهولتهن، ما يعني ما يستوعب هالسهولة ويسوي هالعمل. مرة أخوي يلعب بدباب باتشي ذا، فكواه الدباب من عند ساقه، خلاه صغير شوي هو، خلاه وكذا وكذا. المهم أنه سبحان الله استجرح وبدأ يطلع صديد الله يكرمكم، وغدا أخضر كذا، وكل ما يكبر حاولنا ورحنا بالمستوصف كذا كذا، حطنا على العلاجات، سبحان الله قسما بالله ما تغير. وكل ما يكبر وبدينا نخاف، يعني خفنا أنه مثلا تقصر رجل أو كذا، الموضوع صراحة صار صعب يعني يخوف. فواحد يعرفه رجال كبير قال عندي علاجك، قال وشو؟ قال لا أنا أجيبه لك، والله أنه جايبه، والله العظيم أننا ما ندري وشو. ومر ياخذه يجي لم أخوي ويطبه، حطه على رجل أخوي ولف عليه شاشة وقال خله يوم صار من بكرة أو بعده أنا ما أذكر، ويجي ويفك ويحط عليه، ولا والله خاف سبحان الله ضامر الجرح وناشف. المهم مرتين ثلاث نسيت كم، سبحان الله ويطيب ويشمع الجرح. وش هو علاج؟ والله لو أقول لكم تستغربون. شاهي، شاهي ساحنه سحن، شفتوا الشاهي العادي ساحنه كذا، حطه بعلبه ويحطه عليه ويلف عليه شاشة، أمر عجيب قسما بالله العظيم. هذا الثالث. الرابع، قبل كم يوم واحد من الغالين علي صار عنده ألم شديد بمفصل من مفاصله، بدأ لدرجة ما يقدر يمشي، ما يقدر يمشي خلاص، وراجع المستشفى وحاول، سبحان الله سبحان الله عجز يمشي، على أنه شيء سهل يعتبر ولو بمرض مثلا يودي لكن سبحان الله تعوقل. وعلى بالك انه بكره يشوي كذا، بس سبحان الله طول. والمشكله انه احيانا يكون موقع حساس مثل ركبه كعب، يعيقك عن الحركه، تبدا تعالج قدام الناس، تبدا مشكله. فقالت الوالده خلوه يحط فيكس مع ملح ناعم ويدهن الموقع ويحاول يدفيه، اذا هي بالكعب يحط شرابه، اذا هي بالركبه يلفه، المهم انه يحاول يدفيه. سبحان الله علمت صاحبي والله من بكره انه بادي يمشي، وان الالم خاف اكثر من 90% لدرجه قسما بالله انه متصل حولي يصيح يدعي لي ويدعي للوالده، يقول يا اخي ما تخيلت انه بيسوي شيء. هذول علاجات، اذا عجبنك حاول تعلم غيرك تنشر المقطع، ترى والله العظيم احيانا تصل الواحد باحلك ظرف وكل